آله وصحبه ومن والاه. نرحب بضيوفنا الكرام بافتتاح هذا المعرض الثاني للتمور والصناعات الغذائية بمدينة الزاوية، متمنين من الله أن يوفقنا في إظهاره بالصورة اللائقة، وأن يكون له صدى في كافة ربوع مدينتنا الحبيبة والمدن المجاورة لها، حتى تعم الفائدة للجميع، حتى تعم الفائدة لجميع الزوار والمشاركين، وتعم فيه الألفة والمحبة والاجتماع على الخير والبركة والرحمة والغفران، والذي ستكون فيه فرصة لتسويق للتسوق وشراء ما يلزم من احتياجات هذا الشهر الكريم. وندعو كافة المواطنين والأسر لزيارة هذا المعرض وقضاء وقت ممتع في أجنحته، حتى نثبت للجميع بأن مدينة الزاوية آمنة ومطمئنة وبسلام، لا كما يظنها الكثير. وبإذن الله ستكون أيام هذه المعرض منظمة وآمنة ومفعمة بالحيوية والجو العائلي المبهج كما كان في العام السابق. وطبعا نشكر بلدية الزاوية الوسط على استضافة هذا المهرجان والمعرض الزاوية الثاني، ونشكر أهالي المنطقة بترحيب بهذا المحفل الكبير، ونشكر الأجهزة الأمنية على وقفتهم معنا وتأمين المكان المعرض، ونشكر إدارة المعرض والفريق المصاحب للمعرض لوقفته، ونشكر معرض الزاوية في بلدية الوسطى، طبعا بالحضور نرحب بالحضور ونرحب بالمشاركين لهذا المعرض، أهلا وسهلا بهم، وبارك الله في الناس اللي نسقت هذا المعرض من أجل جهود، لأجل نثبتوا أن الزاوية هي أرض، معناها الزاوية تكون الأم يعني تجمع القبائل، تجمع المدن، يعني نوضح صورة، فكرة ممتازة على مدينة الزاوية. مدينة الزاوية فيها أهل، فيها ناس خيرة، فيها ناس تبذل في جهد مجهود كبير من أجل الوطن، من أجل بلادنا. مدابينا تكون في خير، مدابينا تكون في سلام. والله عدد المشاركات طبعا حوالي قريب 20 مشارك، منهم مقتنيات شعبية، منهم شغل يدوي، منهم معارض شركات تمور ومقتنيات شعبية وأشغال يدوية. في اللي جايين من العجلات، في اللي جايين من الجنوب، في من الجنوب ممكن تعطي كلمة، جايتنا من الجنوب أهلا وسهلا بها. في اللي جايين من جنزور، من إنجيلة، في من مناطق جميع، من جميع المناطق جايين لهذا المعرض من أجل المشاركة.
وباسم ليبيا العظيم، اللهم اجعل هذا البلد الامن المطمئن، واترحم على ارواح شهدائنا، واتمنى الشفاء العاجل لجرحانا ومرضانا. وانا ابنه الجنوب الليبي، اتيت الى اهلي في مدينه الزاويه، مدينه الاصاله والكرم والضيافه، وليس بغريبا عنهم. وانا مؤسسه جمعيه العامل للاشغال اليدويه خديجه شحات عبد العزيز من هون الجفره، واشغالي تحتوي على الاشغال اليدويه واشغال الكروشيه يعني بالعاميه يعني. في اقبال الحمد لله يعني، في حتى بالطلبيه، لكن مشكلتنا في الخام يعني كل استيراد من برا. نتمنى يعني السوق في ليبيا بكثره يعني، نتمنى عوده تدويره. ومن هذا المنبر اقول لجميع الليبيين ان قلبي يتفطر حزنا وعيني تدرف دمعا على جسد ليبيا المنهك المتعب. ومن هذا المنبر اقول لجميع الليبيين، كفانا حروبا، كفانا قتالا، كفانا اغتيالا، كفانا تهجيرا، وهي بنا نرفع رايه السلم والسلام لعم وارجاء ليبيا. ونشكر الابله نور الخطري على استضافتها لي يعني من اول ما دخلت الزاويه في منزلها يعني، وتقدم ونقولها يعني اهل الزاويه جود وكرم وليس بغريب عنكم. اول نرحب بكامل الحضور اللي شرفنا اليوم لهذا المعرض. انا عبد الباسط كزامه، عضو مجلس البلدي لبلديه الزاويه الوسط. نرحب بضيوفنا الكرام لهذا المعرض الذي له اهميه واهميه كبيره جدا في عرض انواع التمور على مستوى ليبيا، ولعرض صناعات الاسر المصنعه من انجازات لهم. نحن كنا كمجلس بلدي داعمين لهذا المعرض، وباذن الله سنستمر في دعمنا له، وندعم جميع الانجازات وجميع المعارض اللي تلفت لنظره طيبه لهذا البلد الامن. ونسال الله ان يكون هذا البلد امن مطمئن. ونحن كمدينه الزاويه الكبرى وداخلها بلديتنا بلديه الزاويه الوسط، نرحب بكل الضيوف من جميع ربوع ليبيا اللي شاركنا في هذا الحفل الذي لم الاهالي من جميع مدن ليبيا. ونشجع باقي الشركات المصنعه، ونشجع الاهالي المصنعه ان هي تجي تشاركنا فرحتنا وتجي تشاركنا عروضنا في هذا الصرح. اليوم كان حضورنا بدعوه كريمه من الاستاذه صديقتي نورة الخطري، اللي هي تعتبر مشرفه هذا العمل وهذا المعرض داخل مدينه الزاويه العنقاء. يعني بصدق كان معرض، كانت خطوه مميزه، وكانت يعني تدعو نحو الافضل. يعني مدينه الزاويه، في ناس تاخذ فكره ان الزاويه مدينه مدمره، مدينه مشاكل، مدينه ميليشيات، مدينه، لكن اللي نشوف فيه اليوم انها مدينه امنه مطمئنه بناسها واهلها، وبدليل ان المعرض هذا اقيم داخل منطقه الزاويه وباشتراك من جميع المناطق. في ناس جايه اهلنا من الجنوب الحبيب، وفي ناس من جنزور ومن طرابلس ومن جميع المدن. يعني كان معرض ممتاز جدا وخطوه شيقه ممتازه. الشكر كله لاهل الزاويه ولصديقتي نوره لدعوتها لي، وبارك الله فيكم وبالتوفيق والسداد للجميع باذن الله. طبعا تم افتتاح معرض الزاويه اليوم عند الساعه 5، وبفضل الله يعني تم الترحيب بجميع العارضين والمشاركين في المعرض من شتى مدن ليبيا الحبيبة. والهدف من المعرض طبعا هو إبراز وعرض المنتجات الليبية من جميع مدن ليبيا، كالتمر والعسل وزيت الزيتون والصناعات التقليدية واليدوية والحرفية والتعريف بها. وطبعا المعرض يعني هو ثقافة للتعريف بمنتجاتنا والتعرف عليها، والتعرف على الشركات وإبراز منتجاتهم وتعريفها للناس، والناس تستفيد من المنتجات، تعرف على الشركات وتأخذ البضائع يعني. واللحمة طبعا الوطنية والتعارف والاجتماع، وعندنا
وطبعا عدد المشاركين تقريبا 50 او 60 جناح طبعا المشاركين من شتى ربوع ليبيا من الجنوب والجبل والخمس ومسلاتة وزاوية وصرمان من معظم مدن اللي عندها حاجة طبعا جاء يعرض فيها. والحمد لله تم الافتتاح بنجاح ونرحب بجميع الزائرين والمشاركين من كل أنحاء ليبيا.